السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المشاهدين اهلا وسهلا بكم من برنامجكم كلام ابطال هدف برنامجنا فيه كل الناس من مجال كمال الاجسام هنتكلم النهارده عن المدرسه الحديثه والمدرسه القديمه في مجال كمال الاجسام مرحبا بالصلاة الضيوف موجود معانا النهاردة بطل العالم الكابتن عيد أبو المجد ومدرب منتخب مصر ومدرب فريق شركة المصرية للاتصالات أهلا ومرحب بيك أهلا كابتن بيك عيد, بيك عيد أبو المجد أهلا, أهلا بيك كابتن وموجود معانا المدرب المعروف الكابتن عمرو علي أهلا ومرحب بك كابتن عمرو كابتن عيد عندك كم سنه يا كوتش عندي 56 سنه الله صل على النبي ما شاء الله كابتن عيد عالم في مجال كمال الاجسام الله يخليك يا كابتن 56 سنه <تصفيق> <تصفيق> لعبت كام بطوله يا كوتش لا كتير <applause> انا بدين من زمان من سنه 83 وانا بلعب بتلعب بطولات اه أخ... خدتها من الناشئين والكلام ده طلعت اخر بطوله طيب. لعبتها امتى يا كوتش اللي هي في شهر 3 اللي فات كانت احمد علي دايموند كاب اللي هي كانت لعبت ماسترز تحت 80 كيلو وخدت المركز الاول الحمد لله بسم الله ما شاء الله طب الكابتن عيد في حاجه محيراني انت عندك 56 سنه إيه السر اللي بيخليك تكسب الشباب؟ الاستمرارية و... والتمرين طول ما أنت في الجيم وبتتمرن ومحافظ على أكلك ومحافظ على نومك ومحافظ على تمرينك أنت في استمرارية معاك وبعد كده كمان أصلا الرياضة بتحفز الشب... يعني بتحفز على شبابك وبتاخر سنك كمان يعني دي مط... مش مط... مش مكياج بتاخر سن انا انا دي كان سنه ما شاء الله هو 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 الرياضه بتحفز كمان هرمون الجلوكوجين والكلام ده بحيث انك بتشد الجلد انت طبعا محمد الشمس والتمرين كل ده بيأثر على البشره بتاع جسمك والافك العضليه بتبقى تفضل مشدود على طول والدوره الدموي ده مشغله على طول خلاص انت في شبابك صحتك كويسه ما... ما شاء الله عليك طب تقول ايه لاي كابتن سنه مثلا عدى ال 50 ومش عايز يلعب بطولات ويخاطر مثلا باسمه تقول له ايه؟ لا هو مش موضوع مخاطره هو كل واحد لازم يتمرن دلوقتي بقى ت... اصبح الجيم حياه اسلوب حياه فاهمني؟ انت دلوقتي بتعمل صيانه لجسمك اي واحد عنده مثلا عربيه حاجه بيعملها صيانه في جسمه بيعملها صيانه انا جسمي دوت ربنا خلوه لي برضك لازم اعمل له صيانه صيانتي ايه ان انا انزل الجيم واتمرن وجاري الدوره الدمويه وحافظ عضلاتي مش شرط البطوله ليها سكه ثانيه اه يعني مثلا انا خلاص كلياقه بخش الجيم بتمرن وبحافظ على جسمي انا بطوله لا دي حاجه ثانيه بقى بيبقى ليها سكه ثانيه ان طبعا بهتم اكتر بتغذيتي بتمريني بنومي كل عوامل <applause> كتير ما شاء الله عليك يا كابتن <applause> الله يخليك الكابتن عمرو علي كام سنه يا كوتش؟ آه 25 ما شاء الله عليك لعبت كم بطوله يا كابتن؟ والله يعني من 2017 لحد آه 2020 لاعب دلوقتي الح... يعني 23 بطولة ما شاء الله عليك اهم بطولاتك <applause> يا كابتن عمرو؟ والله انا كلهم يعني بالنسبة لي مهمين يعني مهمين لانهم تحت ظروف بس ابرزهم ممكن اذكر مثلا بطولة ذا شو مثلا الموسم الاول اه دي كانت في بدايه حياتي كان سني ساعتها 18 سنه بسم الله ما شاء الله <applause> كان اصغر لعيب فعلا على بطوله ذا شو كنت اصغر لعيب ساعتها اصغر لعيب فعلاً. على المسرح اه كانت لسه اول بطوله فتنس تعمل في مصر كلها فكنت انا شاركت فيها يعني من ابرزها بسبب انا ما كانش معايا ثمن الاشتراك وكان يعني اه لسه كانت ظروفي صعبه شويه في الاول فكان من ضمن الاسباب دي اللي مخلياني يعني معلقه معايا شويه الكابتن عمرو منين؟ إيه؟ انا من الجيزه من الجيزه اه مدرب يا كابتن عمرو مدرب اه ادلك كم سنه آه سبع سنين سبع سنين ما شاء الله آه. عندك جيم ولا شغ... ولا شغال في جيم اه أو انا كنت شغال في جيم في الاول يعني قبل ما اشتغل في جيم كنت يعني طب شغل احنا شغل سمعنا إن... كده اه ما شاء الله جيم. سمعنا ان جيم انت جيم من دلوقتي. اجمد مدربين في الجيزه والله يعني <تصفيق> <تصفيق> انا دايما بش بشوف نفسي كده يعني <applause> انا دايما مش بش بشوف نفسي طب كدا ليه؟, كدا ليه 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 يعني انا انا سمعت الكلام ده طب ليه هو انا مش بشوف ناس يعني انا مش دايما مش مش ببص على نفسي في الحته دي ده تواضع <applause> م... ما اقدرش يعني اقول كده طب انا عايز 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 اجي اتمرن في الجيم بتاعك لا انت دي ده شرف ليا <applause> شرف ليا طب هتحاسبني؟ <applause> لا طبعا طب عنوان جيمك؟ آه عنوان جيمي في شارع البحر الاعظم 10 آه شارع البحر الاعظم هنرجع لكابتن منتخب مصر العالمي الكابتن عيد آه الكابتن عيد بيدرب فريق شركه المصريه للاتصالات لكمال اجسام يعني. لكمال اجسام مين تحت ايدك في الفريق يا كوتش لا احنا عندنا لعيبه كتير في المصرية للاتصالات. المصرية للاتصالات دي فريقها كامل الاجسام يعتبر منتخب مصر طب. عندك احمد الورداني محمد زكريا اه طبعا زكريا المحترف برضك زكريا اه سامة سلامه محمد عبد الرحيم محمود الفضالي محمد سميح حماد عبد اللطيف آه يحيى رزق آه لعيبك رامي محمود محمد رجب كتير يعني اللعبة عندنا اكتر من 20 لاعب يعتبر ابطال عالم <تصفيق> كلهم <تصفيق> يا كابتن انت اجمد لعيبه في مصر كده يعتبر بتتمرن تحت ايدك وفريقك مين في مصر كده انت كده لميت الناس الجامده كلها لا في ناس كتير لا مصر مصر ولاده مصر ولاده وفيها خامات من احسن الخامات في العالم كلها احنا عندنا خاماتنا كلها بتاع كاميرا اجسام انت عالم وعندنا الحمد لله ده <applause> شكرا انا عايزك جايز تحت ايدي لا اتفضل في اي وقت تطلبني ان شاء الله معاك ان شاء الله حبيبي يا كابتن فريقنا بتاع الشركه المصريه طبعا منتخب مصر وعندنا لعيبه محترفه كتير ولعيبه كلهم طلعوا طبعا من برعايه الشركه يعني الشركه أوه. كان ليها دور كبير ان هي اللعبة تستمر وتخدم منتخب مصر كمان لان رعاة الشركه لينا من 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 حوالي 22 سنه والكلام دوت خلت اللعبه دي الفرصه ان هي تتمرن وتواظب والكلام دوت وكان ده يعني سبيل سبيل داعم لمنتخب مصر فريق شركه الاتصالات ممكن الكابتن كابتن اعرف مين الكابتن بتاعك او مين اللي كان بيدعمك في بدات حياتك ازاي كابتن عيد ابو المجد لا انا بد... بدا حياته ازاي بدانا حياتنا زمان احنا كنا بنتمرن في مراكز شباب صغيره والكلام ده وبعد كده رحت نادي رمسيس الرياضي اللي كان ده يعتبر قبله كمال الأجسام كلها في مصر يعني يعتبر احسن نادي نادي رمسيس اللي ما لعبش في نادي رمسيس ما لعبش كمال الأجسام بمعنى صح يعني طب انا لعبت فيه لعبت فيه ده كمال لا كانت عمالقه اللعبه كلها كانت في في نادي رمسيس فانا رحت الاول دخلت واتمرنت هناك كان دفعت اشتراك طبعا واتمرنت لقيت ناس عمالقه بيتمرن حواليا بدات اتعلم منهم واشوف مثلا بيعملوا ايه لقيت الدنيا بردك محتاجه ان كل واحد يشغل مخه كان تدريب زمان كان ممكن تخش الجيم تقعد 3 4 5 ساعات خمس ساعات تتمرن فطبعا ده كان استهلاك لغذائك وقوتك والكلام دوت فطبعا بدات اشغل دماغي لا لازم في اسلوب حاجه اكتر من كده بدات استعين بمجلات كانت نجوم الرياضه وعالم الرياضه واقرا منها واشوف واحط شوف برامج ابطال كبار مثلا كان في ساعتها والكلام دوت واجيب برامج بتاعتهم واقدر اقارنها بدات اعمل لنفسي برامج معينه لا طبعاً انا هلعب مثلا الكتف كذا هلعب الرجلين كذا اشوف البرنامج ده مع البطل ده واطبق على حتى الاوضاع تعلمتها من الصور طبعا من صور الكابتن محمد المكاو اسطوره كمال اجسام طبعا في العالم ومصر ده حاجه ده محترف محمد مكاو ده حاجه اسطوره كبيره مستر اولمبيا يعني يعتبر ثاني مستر اولمبيا عقدها مرتين ما شاء الله 83 84 و85 رابع ده حاجه ده اللي علم الناس كلها فنون الاستعراض فنون الاوضاع الاختياريه كلها كابتن محمد المكاو اه طبعا ده عالم ده عالم. عالم عالم كبير آه في كمال آه اجسام آه. آه. معروف يعني ده هو قاعد في كندا طبعا ربنا يديله الصحه والقوه ده كنت طبعا بجيب صور واتفرج عليها عشان اقدر اعمل البوزنج بتاعي او اقدر الاخت... كان زمان كل احنا كل واحد بيعلم نفسه ما كانش في مدرب انت جامد في الاوضاع يعني ما هي... <applause> انا بجيب صورك <applause> هي... واقعد اتفرج عليك هي دي بقى اللي انا اكتسبتها من بردك فورجيتي اللي ما كانش فيه فيديوهات طبعا آه في آه كان كله مثلا الصور بتاعت المجلات مستر لما كان يجي مثلا فيديو والحاجات دي بنتفرج عليها فكنت باخد الحاجات دي واطبقها على نفسي ابدا اعمل آه برنامج معين كده وابدا اخليه في ذهني وابدا اشتغل عليه واطور كل فتره والحمد لله كان بردك من ضمنها كانت اوضاع ليله براده آه كابتن محمد مكاوي ده كان هيكلي يعني الحمد لله ما شاء الله صوره كابتن عيد ابو المجد وده فريق مصرية المصريه للاتصالات آه. موجود فيه الكابتن احمد الورداني أو. وكابتن محمد زكريا محمد ما شاء زكريا الله محمد زكريا ومحمد عبد الرحيم محمود فضالي وكابتن محمد عبد الرحيم آه. علم آه. آه. ده كابتن عيد ابو المجد ما شاء الله بتلعب كام كيلو يا كابتن عيد الله الصوره دي وانت عندك كام سنه يا دي حاجه و40 دي كنت 69 كيلو او 7 69 كيلو كيلو ممكن ما شاء الله فيه. انت علم في مجال كمال الاجسام وديتي وديت بطولة دي بطولة بحر المتوسط كانت بحرمتوصل. في, في الاردن أوه. 2010 لعبت فيها كلاسيك ولعبت فيها بودي بيلدنج 65 كيلو طب احنا عايزين لو في صور وانت عندك فوق ال 50 سنه تقول لنا عليها في م... اه دي, دي دي لسه بطولة اخرانية بتاعت دايمند كاب دي, دي وانت لسه بادئ الصورة دي وانت لسه بادئ دي اه بعد تلات اشهر من التمرين بعد 3 اشهر طب الصورة اللي قبلها كان عندك كام سنة؟ دي لا سنه السنه دي السنه دي في سنه 3 بسم ثلاثة. الله ما شاء الله 56 سنه الصوره دي اه اه شهر 3 آه. اللي فات البطوله الاخرانيه كابتن عمرو علي مين يا كابتن عمرو اللي ساعدك ووقف معاك ووصلك للمرحله اللي انت ما شاء الله فيها متقدم الوقت واسمك مسمع في الجيزه والمنطقه كلها والله هو اكتر من حد يعني هو مش مش حد تحديدا اه يعني هذكر مثلا والدي الله يرحمه الله يرحمه آه اخويا كابتنك عايزين نعرف مين انت بدات تحت ايد مين لا كابتن مصطفى بن مجد الله يرحمه كابتن مصطفى بن مجد الله يرحمه الله يرحمه آه ده, أخويا ده, 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 ده كان ليه فضل كان ليه <applause> فضل كبير <كبتن> قوي عليا برضه في <applause> من ساعه لما بدات يعني طب كابتن عمرو عايزين نفيد الناس المبتدئه في مجالك يعني انت لو لعيب مبتدئ داخل الجيم اول اسبوع بتشتغل مع ازاي اول اسبوع دايما لازم بحببه في بحببه في في ان هو يجي يتمرن الجيم ان هو, يعني ان هو يجي الجيم اه ما, ي ما يلتزمش مثلا ب بنظام اول لما يبدا اول لما بيبدأ يتمرن آه لازم احببه ان هو ينزل يبدا يتمرن الاول اه ياخد على التمرين ياخد يبدا يبدا يتمرن بالظبط الكابتن عيد نصيحة للاعب المبتدئ بما انك علم في مجال كمال الاجسام وانا عاوز استفاد منك شخصيا النصيحة ان هو ما يستعجلش <applause> اول حاجة لان اللاعب دلوقتي بيخش الجيم حاسس كل حاجة في وقت واحد يعني <applause> عمرو بيقول لك ان انا لازم احببه في اللعبة والكلام آه. دوت وده فعلا صح ان هو يبدا يخش واحدة واحدة اللاعب جاي مستعجل استع... عاوز يعمل عضلات في يوم <applause> وليله ايوه بس العضلات ما بتعملش في يوم وليله آه. ما انت لازم تفهم بس كمال اجسام مش موضوع ان انا بخش تمرين وخلاص ما انت م... كذا حاجه بتتطبطب عليها لازم يفهمها مش هيفهمها كلها مره واحده تغذيته تمرينه نومه هتقعد ازاي؟ كل ده مش هيجي ان مثلا اخش جيم في اول يوم اقول له لا انت هتعمل كذا وتعمل كذا، التمرين نفسه لازم يخش واحده واحده. ما اقدرش العبه بحديده مثلا تقيله، ما ينفعش لازم ياخد حديده خفيفه يبدا يشتغل بيها، يبدا يعمل الحس العضلي العصبي. يبدا يتعود يعني في حاجه جايه على على العضلات اهي انا جاي اتمرن اهو فيبدا يعمل الحس العضلي ده هو بست... اللاعب بس بيستعجل هو المفروض اللاعب يهدى، يبدا بردك الجيم ويخش يبدا يحب الجيم يحب يتمرن يبدا واحده واحده هو يبدأ تدريجيا هيبدا يفهم لعبه كمال الاجسام لان عمرها ما هتيجي كلها مره واحده كمال الاجسام لعبه شامله حاجات كتير فمش هينفع ياخدها كلها في حصه في حصتين او ثلاثه والكلام دوت لا هي بتيجي بالتدريج مع المدرب الفاهم طبعا والكلام دوت بيبدا يدي له حته يعني جزء جزء النهارده هنبدأ نعمل كذا، بكره هتبدأ كل م... كل مثلا تمرينه يديله معلومه معينه، خلي بالك من اكلك هتعمل كذا، النهارده هتروح تاكل كذا، طب ما امنع كذا، وطبعا الاجسام بتختلف من واحد مثلا بيخش لك واحد نحيف، واحد مليان، واحد عايز يخس، واحد عايز يزيد، حتى كمان في اطار البطوله انت بيجي لك لاعب كل واحد كلنا مش شبه بعض، في واحد عنده دفايات في حته معينه، واحد في كتف واحد في رجليه، واحد فالمدرب الناصح هو اللي بيبص للاعب ماشي ويبدا يطلع الديفات بتاعته ويبدا يحط له البرنامج اللي يقدر يمشي عليه مثلا كتفه ضعيف يبدا يحط له البرنامج اللي هو بتاع التمرين بتاعه ان ادي اولويه لكتفي ان انا اقدر ازود الزوايا دي كلها ازود كتفي ازود دراعي كل واحد بيختلف من التالي. فدي بيحطها المدرب نفسه هنطلع فاصل وهنرجع لكم تاني استنونا ورجعنا لكم تاني من برنامج كلام ابطال كابتن عمرو علي لو دخل لك لعيب عمل عضلات كبيره وكرشه عالي عايزين ننزل كرشه ونحافظ على العضلات ما نوقعهاش انت اشتغل معاه ازاي يا كابتن هشتغل معاه لو انا حافظت على الكارديو بتاعه ان هو يبدا يتمرن كارديو يتمرن آه كارديو يا كابتن عمرو كل يوم في الاسبوع آه كل يوم بس هيقسمه مثلا لو كارديو الصبح والتمرينه بالليل تمرينه بالليل وقت الكارديو يكون قد ايه يا كابتن عمرو آه طبعا بيختلف من شخص للتاني هو احنا بنقول لو شخص م. عنده كرش أوه. وعنده عضلات كبيره وعاوزين ننزله الكرش ده ونحافظ له على العضلات ما يوقعهاش هو فعلا هو... هو... بيختلف من شخص للتاني من يعني من حيث النظام الغذائي بتاعه من حيث أوه. من اكتر من, من من من, البرنامج اللي هو ماشي عليه في التمرين آه ده بي بيختلف من ده من ده من, ده من واحد للتاني طب تمرينه يا كابتن عمري العضله يلعبها كم مجموعه مثلا لو هو عايز يحافظ على المصل اللي اه اه مثلا 3 في 12 3 في 12 كابتن عيد ابو المجد العالم بتاعنا <applause> الله يخليك عايز اعرف ايه الفرق بين المدرسه القديمه والمدرسه الجديده <applause> هو مش مش موضوع فرق هو كمال اجسام اجيال متعاقبه مع بعضها فاهمني في ناس مثلا طب من أمسى فري فيزو وكابتن الجندي والكلام دوت بس هي المدرسه القديمه لو بيطلقوا عليها المدرسه القديمه دلوقتي انها كانت مدرسه شقه وقله امكانيات كانوا بيعملوا عضلات جميله ما هو كان شقه وقله امكانيات فانت كنت بتبقى في الجيم بفترات كتيره واكلك برضك محدود فكنت بتشع اكتر ما بتاكل ومعاك امكانيات فكانت العضله بتطلع مسكوله حتى انت لو تلاحظ بطولات العالم بتاع الزمان بتاعتنا ما كناش بنطلع اكتر من 80 كيلو يعني ما كانش عندك الا اخر حاجه ميزان 80 كيلو أوه. آه. 65 و60 و70 واخر حاجه كان كابتن شحات مبروك كان اخره 80 كيلو 80 ما كانش حد يطلع بقى في ال 90 و 70 ولا انا بطلع خم... بلعب 65 كنت بلعب 65 على طول على العضلات دي 65 اه بلعب خم... انا عندي عضل... عندي عندي صور 64 كيلو وعامل عضلات ممكن تشبه تقول 80 كيلو والكلام ده هو الشطاره في العمق العضلي والثقل العضله كمال اجسام عمق وثقل وتناسق يعني نشفانك هو اللي بيزيرك على المسرح آه. مهما تعمل بلق عضلات او ضخامه وانت ما عندكش تحديد عضلي مش هتبان على المسرح والسيمتريه بتفرق اه طبعا السيمتريه دي دي بتاعت ربنا بقى الموهبه اللي هو آه. بيديها لاشخاص معينة. معينه دي بتوفر لك حاجات كتير يعني واحد موهوب خلاص دي بتوفر لك 50% كمان من خمسين اللي... في المين. اه 50% من كانت اي لاعب تاني الرجل يا كوتش بما انك بردك حكم دولي الرجل بياخد تاخد عليها درجات كام في الميه على المسرح؟ لا مش موضوع رجل احنا آه. كمل عشان تتحكمها اولا بص على السيمتري بتاع الجسم هيكل آه. آه. ماشي تناسق العضلات التناسق بعد كده نشافان العضله بعد كده البوزنج اللي انت بتضربه يعني مثلا انا ممكن انا وانت أنا عاملين نشافان ومتناسقين آه. بس انا بعرف اعرض اللي عندي وانت مش عارف تشد م. وانا مش عارف اخرج مش عارف تخرج اللي, اللي عندك فطبعا دي مهاره من اللاعب اه طبعا بتتحتم عليها طبعا. ودي بتبان على المسرح يبقى كل كل اللعيبه واقفه كده بيبان اللاعب الشاطر على المسرح اللي عنده حضور اه ما حضور اللاعب ده لازم يكتسبه من فتره من هو صغير يبدا يخش يبدا يعمل استعراض ويبدا يتمرن ويبدا يتمرن على الاوضاع دي بتولد عنده الحضور على المسرح اللي ما يخافش في لاعب بيطلع ممكن يعمل عضلات كتيره ويطلع على المسرح يلاقي جمهور قدامه دمه يهرب وما يقدرش لو لو خاف عضلاته تهرب اه طبعا ده لعبتك كلها شدة. اه لا لان يعني احنا لعبتنا كلها ضخ دم ضخ دم فاهمني طبعا انا ودمي خلاص غير مساره شكرا عضلات كلها تنطفي يعني في اقول لك الحاجه آه انت على المسرح في لاعب بيطلع مع الاوضاع وفي لاعب بينزل اه فاهمني مع الشد تلاقي لاعب مع الشد على الاوضاع ومقارنات وكلام دوت عضلاته تكبر اكتر وتظهر اكتر واللاعب بتلاقيه خلاص هو ينطفي معاه خلاص خدت رهبه المسرح ترهب يبدا العمليه تبدا تنزل معاه والثاني بيزيد معاك على المسرح ويبدا مع المقارنات والكلام دوت يبقى شكله احلى و... ويكسب بتختلف مهارات بين لاعب ولاعب كابتن عمرو علي عايزين برنامج غذائي كابتن جميل كده للاعيب اللي هو عضلاته كبيره وكرشه كبير عضلاته كبيره اللي هو عايزين نحافظ له على العضلات وننزل الكرش برنامج غذائي ما يوقعش عضلاته وينزل له الكرش في نفس الوقت دايما لما لما بدي مثلا نظام غذائي بديه على حسب برفع له كميه البروتين. بروتين وكرب. لازم يعني ببدا اعمل له مثلا بالانس بين ده دو... وبين البروتين والكرب. طب كم وجبه بروتين وكم وجبه كرب يا كوتش؟ من من اربع لست وجبات. من اربع لست م. وجبات. كابتن عيد اتفضل. يعني عايزين بقى نعرف ايه اللي اتلغى في التمرين وايه اللي بيجيب اصابات وايه حكايه البار الخلفي ده؟ اتلغى او موجود بيجيب اصابات او ما بيجيبش؟ هي لعبه البريس خلف الرقبه ديت من من التمارين القويه للكتف الامامي. اه هو في نقطة هنا مختلفة كتير مع ناس لعيبة كتير فاكرين ان كل يعني مش عايزين يفصلوا بين الكتف الخلفي والكتف الجانبي يعني هو البار الخلفي؟ كتف امامي كتف <applause> ما هو <applause> <أقول ما بلعبوه تصفيق> <applause> اللاعب فاكر ان هو بيلعب بريست خلف الرقبه ان هو بيشغل خلفيات كتفه بيشغل امامية <applause> <هو> بيشغل امامي <applause> <كل ده تصفيق> طب لعبة مبتدأ. تقول لهم طب لعيبه مبتدئة تقول لهم العبوه ولا الغوه لا هو احنا منعناه عشان كل اللاعب اي حركه مفاجاه تحت بالتمرين ده بتعمل اصابه في الفقرات العنقيه وحصلت كذا مره مع كده فاحنا عندنا تمرينات كتير البريست الامامي هو كتف امامي الدمبز. كتف امامي، الدمبز الجانبي كل ده كتف امامي. العضلات الكتف الخلفي كل الناس مختلفه فيه لكن كل كله عضلات مباشره بتاعته ليه؟ اه فاهمني الفراشه يعني, الفراش يعني الدنوار البار الخلفي ع المنتخب مصر بيقول لكم البار الخلفي غلط والشباب المبتدئ للشباب المبتدئ بيعمل طب هو بيعمل هو بيعمل تمرين بس بيعمل اصابات فاحنا منعناه لان في تمرين بديل ليه بديل ليه بديل ليه لي خلاص موجود وافضل آه. وامل ليا انا طبعا اخاطر ليه بالتمرين دوت بحيث ان انا لا احافظ ايه على ايه هو البديل؟ البداية عندك البريس الامامي ده ما هو كل كتف امامي ما انا الكتف ثلاث رؤوس امامي جانبي خلفي خلف. فكل كل اللي تمرين ده في احنا دا. عاوزين هم كده بيلعبوا الباب الخلفي هلعب هلعب بريس امامي اه ده يدي خلفي؟ لا ما خلفي اه احنا عايزين حاجه تدي خلفي الخلفي عندك عندك تمرين فراشه اه فراشه عندك خلف. تمرين بردك فراشه وانت نايم على الديسك ده اكتر حاجه بالدنابز كده وكده عندك الهامر جالس عندك الحرف تي مثلا آه, آه, اه كل ده كل دي في تمرينات خلفيه الرقبه اللي هي حركه الحركه المباشره بتاعته دي حركه مباشره لان خلفيه الكتف ايه فدي كده الضغط بقى انفراج فاهمني هو ده ده دي دي الخلفيه بتاعت الكتف مش اللي هو اللي انا بلعب بريست خلفي بشغل خلفيه كتفي لا <applause> دي تمرينات مباشره على خلفيه الكتف على طول الصوره دي كان عندك كام سنه يا كوتش؟ دي كانت في موريشيوس كنا بنلعب بطولة افريقيا هناك في البحر المتوسط عملت مركز كام؟ عملت اول الحمد لله الله في, في كانت كان وزنك كام؟ كان 70 كيلو او 69 كيلو حاجه زي كده 70 كيلو اه ده فريق مصر دي مسيرة صالات في اخر بطولاتنا الحمد لله ولسه راجعين من بورسعيد كنا عاملين مركز اول سته ذهب و... وثلاثه برونز الحمد لله يعني فريق قوي يعني ودايما على الساحه و اتمنى من الله ان الكابتن احمد الورداني يلعب مصر اولمبي 212. بس احمد الورداني من اجمل السيمتريات اللي في مصر وعنده مؤهلات انه يقف جنب اي لاعب في, في العالم. ان شاء الله فاهمني؟ و ان فاهمني؟ وان شاء الله الفتره الجايه احمد الورداني هيبقى عالم في الحته دي على طول. ان شاء الله. كابتن عمرو يعني ايه مبضي يعني امبادي اه يعني عايز اعرف امبادي لازمه ايه وفائدته ايه الامبادي هو يعني هو جهاز بيقيس نسبه الـ 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 العضلات والدهون آه لما بتيجي تبدا يعني لما تيجي تخش الجيم اول يوم أوه. لازم تبدا اصلا تعمل امبادي تبقى انت عارف حاله جسمك رايحة على فين عايز اعرفك مش هعرفك وانت واقف كده لازم اعرف تعمل امبادي أوش نسبه الميه نسبه الفاتس نسبه العضلات في جسمك نسبتها عامله ازاي هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني كابتن عيد عايزين نعرف الاسترويد ومخاطر الاسترويد الاسترويد طبعا معروف ليه منشطات اللي هي بتشمل حاجات كتير مثلا الديكا والبريمو والحاجات دي كلها دي اصلا معموله لذات البناء العضلي ماشي طبعا ليه اخطاء كتير طبعا تبقى على الحمل على الكلى وعلى الكبد و... بس هو بقى ليها مجال ولعبة كتير بتاخد والكلام ده طب في لعيبه اول ما تخش الجيم انا عايز استرويد الكابتن يقول له مش هديك يا ابني حرام عليا اللي احنا كنا بنتكلم فيه يجيب من بره من تاجر ويا ما ده غلط ما ده غلط. غلط لا طبعا ما ينفعش ان انا اخش لاعب وياخد استرويد ياخد استرويد ليه ما تخش انت انت داخل تتمرن وتحافظ على صحتك وتجدد من صحتك ونشاطك والكلام ده الا دخل استرويد اخد استرويد عم بايه طب ما اهتم بدل الفلوس الاسترويد ما هي هنا بقى انا قلت لك حته ايه المصاريف اللاعب عايز يخش يكلف نفسه على طول طب ما انا اخش اتعرف على اللعبه واشوف اللعبه واشوف تغذيتي واللي اصرف على الاسترويد ممكن اصرف على التغذيه فاهمني استعين حتى باي انواع السبليمنت اللي هي النظيفه والكلام دوت بالشركات الكويسه آه زي واي بروتين والحاجات ممكن دي, مكمله ليا شات كرياتين معايا برضك هيادوا يعني لحد ما شغل الاسترويد بردك مع الـ مع الواي بروتين والكلام ده هيديني بردك زياده في الحجم العضلي هيجدد من العضلات والكلام ده مش شرط ان ناخد استرويد استرويد بردك اختاره كتير هو اه بيعمل بناء معاك وبيعمل حجم عضلات لكن اختاروا كتير للكلى وللكبد وعلى الجهاز التناسلي وحاجات كتير قوي ما بنصحش ان احنا حد يعني يخاطر بيه يا, و... يا كابتن عيد احنا قلنا كده اللي هيلعب لنفسه ممنوع استرويد هياخد استرويد طب استرويد لعيب إيه؟ مصمم وهيلعب بطولات وهياخد يعمل ايه؟ هنا بقى الوسطيه بمعنى اصح ان انا لو هو معاه مدرب صح أوه. فاهم هيبدا لو هو محتاج الزقه ديت يبدا ان هو يشوف له الانواع الامنه وبطريقه طبيه فاهمني يعني بحيث ان بحيث ان هو عايز يزود ميزانه مثلا أصل الاسترويد بيتاخد ان انا ازود حجم عضلاتي فانا هزود ميزان. انا دلوقتي بلعب 65 كيلو لو خدت استرويد وكلام ده ممكن ميزاني هيطلع 70 كيلو وهكذا هتلاقي انت حتى في طفره في اللعب ممكن تلعب النهارده السنه دي بيلعب 65 كيلو السنة اللي بعدها لعب 70 كيلو لانه هو شغال على السترويد على طول حتى لو مثلا لو استعان بالسترويد مثلا حته مثلا انا ايه اخده فتره صغيره بحيث ان انا اعمل يعني مثلا ايه زقه في المستوى سنه مش مش بالحجم العضلي الكتير فطبعا احنا ما بننصحش ان اللاعب اما يخش الجيم لا ما يسالش على الاسترويد يسال على تغذيته ايه تمريني ايه الحاجات دي المهمه دي لكن الاسترويد ده لا خطر على اي لاعب وتحت طبعا تحت, تحت تحت السن ما ينفعش كابتن عمرو خسرت في بطولات قبل كده؟ اه خسرت كتير خسرت كتير <applause> خسرت كتير طب تقول ايه للاعيبه اللي بتخسر يا كابتن عمرو؟ كابتن عمرو عامل يعني مستوى أقول... ما شاء الله دلوقتي مش عايز اقول ينافس بيه حبيبي الله يخليك أه، اقول ايه للي اللي هو بيخش ويخسر أوه. ان يعني مش هتحس بطعم المكسب الا لما تخسر مش هتحس بطعم آه بس خسرت قبل كده يا كابتن؟ أه، خسرت اه وكسبت وكسبت وتعلمت ممكن يعني اللعبه دي اتفضل يا كابتن اللعبه كمان ما فيهاش خساره ما فيهاش خساره مم. اه طبعا اتفضل يا كابتن العضلات ما فيهاش خساره زي الله مم. انا اكتسبت عضلات وكسبت جسمي يعني ممكن أنا, كتسب... انا مثلا خسرت مركز من المراكز في البطوله مم. لكن انا عملت مستوى وعملت عضلات دي في جسمي مم. دي في صحتي يبقى انا ما خسرتش اه انا خسرت في منافسه لكن كسبان لياقتي وعضلاتي وجسمي اللي انا عملته بالتمرين فبتبقى نقله ليا لمستوى تاني يا كابتن عيد تقول ليه للعيبه اللي بتستهزأ بالاطفال اللي هي سن 15 سنه و14 سنه اللي بتلعب ويرفعوا صورها مع الفيسبوك والسوشيال لا لا ميديا لا ويتريقوا ب... عليهم تقول لهم ايه؟ لا طبعا غلط ما ينفعش ده بالعكس انا بشجع اللعيبه كلها انها لازم تتمرن 15 سنه بدايه تمرين بس مرنوا صح انا عندي لاعب في الجيم عندي سنتين ورا بعض 15 سنه وخليته بطل موجود معانا بعد الفصل يا كابتن اتنين من اللي اتريقوا عليهم في ال 15 سنه في الناشئين وما شاء الله عاملين عضلات جامده الس... دلوقتي لسة... كان واحد فيهم عنده تسع سنين والصور لفت السوشيال لا لا. ميديا انا لسه جاي من بطوله 15 سنه أوه. في اسماعيليه في مركز الشباب زايد أوه. وكانت بطوله قويه جدا فيها 170 لاعب انا فوجئت ب 170 لاعب في 15 سنه واولاد عامله مستويات حلوه ما شاء الله كان لاعب عندي الحمد لله خد مركز اول في الوزن ال 50 كيلو انت ب... انا عايز اخد اول لله. انا التاني انا هلعب كلاسيك طب حبيبي نورنا الكابتن عيد ابو المجد بطل العالم ومدرب منتخب مصر والكابتن عمرو علي نورتونا وشرفتونا هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني مع ابطال ال 15 سنه اللي كانوا بيتريقوا عليهم ما شاء الله عاملين عضلات الوقت هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني ورجعنا لكم تاني من برنامج كلام ابطال ومعانا ابطال ال 15 سنه الناشئين اهلا ومرحبا بيكم أهلاً بيك. اهلا بيك كابتن يوسف اهلا بيك كابتن عمرو اهلا بيك كابتن محمد اهلا بيك كابتن عمرو عندك كم سنه كابتن محمد انا 16 16 سنه كابتن يوسف 16 سنه 16 سنه صنباطي عرفني يعني سموك الصنباطي ليه سموني الصنباطي ليه آه. انا اسمي اولا محمد ناصر فاخدوا كلمه ناصر من ناصر الصنباطي اه اكتر لما لبست النضاره لما لبست النضاره لبست النضاره اتشارت اكتر فطلعوا على لقب ناصر الصنباطي الله يرحمه نرحمه كابتن ناصر الصنباطي ده مصري كان بطل مستر اولمبي كان علم في مجال كمال الاجسام ما شاء الله عليه كان بيعمل تاني مستر اولمبي محترفين طب تقول ايه يا يوسف لان اتريق عليك كان عندك كم سنه يوسف اول بطوله لعبتها اللي عليك فيها انا اول بطوله لعبتها كان عندي تسع سنين خدت فيها مركز اول كانت القاهره تمشيتين طب كان معاك لعيبه على المسرح؟ لا عشان ما كانش في حد عامل يعني المستوى اللي انا كنت عامله في سني يعني انت كان عندك تسع سنين وقعدوا يقولوا على الصور كمال عظام ومش يعني ايوه فعلا حصل ك... طب الكلام ده عمل معاك ايه؟ هو الكلام ما اثرش معايا في حاجه خالص هو وبز... لا بالعكس ده اداني طاقه ايجابيه ان انا عايز اثبت للناس اللي اتريقت عليا ان انا كنت ان انا هبقى حاجه يعني. هتبقى حاجه أوه. ان شاء الله هتبقى حاجه ان شاء الله لعبت بطوله اكتشاف المواهب؟ اه لعبت بطوله اكتشاف المواهب وخدت تاني اوفر اول تاني اوفر اول ما شاء الله عليك سنباطي نعم. تقول ايه للناس اللي اتريقت عليك وضلت صورك على السوشيال ميديا وانت الوقت ما شاء الله عامل حجم حلو وتعمل اول قاهره واول جمهوريه تحت 16 سنه لا بالعكس الناس اللي اتريت عليا دا دوت تداني تحفيز اكتر ان انا اتحدى نفسي واتحدى الناس فجيت بعد آه ما خدت التحفيز انا احب اعرفهم ان انا ان شاء الله لما اكمل بطوله عالم اجي لهم واعرفهم اللي كانوا بيتريقوا عليا اقول لهم انا الصنباط اللي انتوا كنتوا بتتريقوا عليه بقت بطل وقت الحمد لله يوسف تقول له تقول لهم ايه اللي اتريقوا عليك؟ اقول لهم والله انتوا كده عملتوا فيها معروف جدا ان انتوا اديتوني الطاقه الايجابيه اللي هي موجوده دلوقتي وانا انتوا انا عارف ان في ناس لحد دلوقتي بتريق عليا وانا بقول لهم يعني انا هثبت لكم إن, ان شاء الله ان انا أبقى حاجه حلوه يعني وهبقى بطل عالم ان شاء الله. بتمرن يا يوسف؟ اه بتمرن. بتتمرن؟ تمام. هتجهز لحاجه قريب؟ ان شاء الله في حاجه قريب ان شاء الله. ربنا يكرمك. سمباطي. يا كوتشي. هتجهز ان شاء الله قريب. مين يا بطل الكابتن بتاعك ومين اللي وقف معاك؟ الكابتن بتاعي اللي وقف معايا هو محمد نصر تايسون وده شرف كبير ليا ان يكون كابتني وهو اداني تحفيز وهو اللي كان بيشجعني كتير بعد ابويا وامي. تحياتنا للكابتن محمد نصر تايسون بطل العالم اللي كان ضيفنا اول حلقه في البرنامج. وانت يا يوسف تشكر مين؟ انا اشكر اول حاجه عمي كابتن محمود حرس <applause> <applause> كابتن محمود ده حبيبنا كلنا حبيب جميل ان شاء الله ربنا يا رب وبشكر ابويا وقف جنبي ماديا ومعنويا وبشكر الظروف اللي هي يعني خلتني كده يعني ان شاء الله ده يوسف كان عنده تسع سنين في الصوره دي اللي اتريقوا عليه فيها انا عايز صور ليوسف الوقتي صور ليوسف الايام دي الصوره دي قد ايه ما شاء الله دي جديده اه جديده بقى لها حوالي يعني ما شاء الله في تحول ما شاء الله ما شاء الله صنباطي هتلعب بطوله اكتشاف المواهب يا صنباطي ان شاء كابتن الله كابتن حفص في بطوله اكتشاف المواهب لا. لا دي اول بطوله لعبتها دي تعب ديتي... اه اللي هي تسع سنين دي تسع سنين اه يعني كان عندك تسع سنين كابتن تايسون ده الصنباطي ما شاء الله ده اللي كانوا بيتريقوا عليه بطل اهو جنب الكابتن محمد نصر تايسون بطل العالم ما شاء الله عليه الصنباطي ميزانك كام يا صنباطي؟ انا ميزاني 60 انا تنبأ لك ان انت بطل عالم الله يخليك والله ما شاء الله يعني انا اتفرجت عليه ما شاء الله عليه 16 سنه والشغل اللي هو عامله ده لا انت هتبقى بطل عالم الحمد. هتعمل حاجه في اللعبه الحمد لله ان شاء الله باذن الله كده بحاجه كبيره كده يا كابتن الصوره ديت بطوله اكتشاف المواهب اه دي آه. آه آه بطوله اكتشاف المواهب كان سن 15 15 تحت ال 15 طب هنعمل بطوله اكتشاف المواهب قريب هتشاركوا فيها ان شاء الله لازم نشارك فيها ده يوسف ده اللي كانوا بيتريقوا عليه ما شاء الله انا عايز بقى الصورتين جنب بعض ده اللي كانوا بيتريقوا عليه ما شاء الله عليك يا يوسف ربنا يخليك يا فندم صنباطي هتلعب بطولة شايف المواهب؟ ان شاء الله لو عايز احقق برضه اول برضه اوفر اول ان شاء الله باذن الله يعني هتعمل اول في ميزانك واول اوفر اول ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك يا رب بكده يكون انتهت حلقتنا وان شاء الله ما انتهاش ببرنامجنا برنامجنا ان شاء الله هيتعاد ان شاء الله واحد عشر انتظرونا مع ابطال عالم جديدة بكده تكون انتهت حلقتنا